بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا لا تشمت بنا الأعداء وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا مباركا من لدنك يا مبارك. آمين يا رحمن يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ناخذ الآية التالية. وإني، شوف ربي كيفاش يعرف بذاته العلية وأسمائه الحسنى، وإني لغفار. شوفك الصيغة، لام توكيد وغفار، صيغة مبالغة إلى ما لا نهاية له. يغفر لمن يشاء. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. شوف قداش أكد جميعا وغفور رحيم. وإني لغفار لمن تاب. تبت انتهى، لا لوم عليك، لا تكتب سيئاتك بل تمحى من طرف الماحي سبحانه وتعالى على طريق الماحي محمد عليه الصلاة والسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. شفت مراحل ثلاث: توبة نصوح، وإيمان صادق لا لبس عليه، وعمل صالح يعني مقبول عند المولى بين يدي الله، مقبول ومبارك له فيه. ثم اهتدى وبعد شد طريق السلامة أي الهداية، والسلام على من اختار السلام.